السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبنا لكم سيارة اقتصادية، صديقة لجيبك، صديقة للبيئة، صديقة لكل حجمك، يعني ما شاء الله ماشية متصادقة مع كل شيء. معانا أكسنت توربو ديزل 1600 سي سي، وارد كوريا، ما هي هنا للأسف لسه لغاية الآن، بس يعني كنت دائما أقول ناقصنا سيارات سيدان ديزل. ابتدوا بعض الناس بيستوردوها من خارج المملكة، ونتكلم على سعر حول 27-28 ألف ريال. فخلينا ناخذكم اليوم كده ايش مشاهده سريعه، نشرح لكم على السياره دي ورا التفاصيل حقتها. للاسف ما لها ضمان، لكنها بصراحه اذا اقولوا سياره مغريه ان الواحد يتهور ويشتريها ويستمتع في السياره هذه. ما حطول عليكم، السياره جايه من خارج المملكه ماشيه 30,000 كيلو، حبيبنا احمد الزهران اشتراها يعني الظاهر طنط راسه، عنده سياره ما شاء الله لينكن، فقال لك اقول لك بلا صرف بلا زحمه بلا هذا، ابغى سياره كده كتكوته. وحتى بسأله كده وأقول له ها إيش رأيك في السيارة؟ قال والله أنا جبتها كنت أفكر إني أبيعها شوية، ضربت فيها مشوار أظن لغاية من جدة للباحة، ما شاء الله أظن ب 18 ريال، ورجع لسه في التنكي يعني ما يوازي، خلينا نقول التنكي الواحد يمشيكم حوالي 730 كيلو تقريبا على السرعات القانونية، مش واحد ماشي على سرعة 200 كيلو، ف 730 ب 18 ريال هنا حلاوة السيارة. فقال لي كنت بفكر يمكن أبيعها، الآن لا عجبتني أنا قاعد بالسيارة وخليها حقت مشاويري. فالله يطرح له البركة في السيارة. السيارة 2016، المحرك الديزل عنده ثلاث محركات او في اكثر من في 1100 وفي 1400 سي سي وفي 1600 اللي هي هنا التوربو، وفي 1700 سي سي 1600 كسور 1700 سي سي. يا ريت كان ما شاء الله 140 حصان والعزم 300 وكسور نيوتن متر، لكن هنا المحرك اللي في يدنا 128 حصان على حول 4000 دورة، 1600 سي سي توربو، وال 1700 جي توربو الفي تي جي اللي هو التوربو الذكي المتغير المراوح او ضغط المراوح والشفرات، هنا التوربو الثابت المراوح حقته شفرات. فعندنا 128 حصان على حول 4000 دورة، 1600 سي سي دفع امامي سب كومباكت، تعتبر في الفئة أصغر من السيارات المدمجة، وأخيراً العزم 264 نيوتن متر من 2000 دورة لغاية حوالي 4000 دورة موجود عندنا، العزم متوفر عندنا. الجير بوكس هنا موجود سي في تي، السيارة يجي عليها جير بوكس إما 6 سرعات يدوي أو 6 سرعات أوتوماتيك أو جير بوكس سي في تي. شرحنا لكم الأكسنت الشكل الجديد، وبرضه يجي منها توربو ديزل، هذا الجيل الثالث ما شاء الله ابدع في السياره دي. هذه السياره طبعا من 2008 اخذوا جائزتين، جائزه احسن محرك في صرفيه البنزين في عام 2008، وبعدين اخذت جائزه افضل صرفيه في فئتها، كانت السياره هذه التوربو ديزل. حناخذكم يعني زي ما اقول الان شرحنا لكم موضوع سريع سريع، حناخذكم مشاهده سريعه للسياره ونروح نجربها. خلاص خلصنا السياره دي. ما عاد في شيء نشرح اكثر من كذا. الكراسه الخلفيه انتم عارفينها، ما حقت الطوال، او اذا واحد طويل بس يكون السواق قصير شويه يكون اركب قدام. الباقي السياره عمليه، مكيف بارد، الاكسنت ما شاء الله من اكثر الاكسنت ولا الانترا من اكثر السيارات اللي رفعت اسم هيونداي في منطقتنا، ومبيعاتها والعملانيه حقتها جباره ما شاء الله. يعني بالمحرك البنزين السيارات هذه فئه ال 2 لتر فما دون اكتسحوها الكوريين اكتساح كامل، لا يابانيين ولا امريكان ولا احد ثاني، يعني الكوريين متربعين فيها بالطول وبالعرض. خلينا نشوف المحرك، شوف باقي السياره. طبعا نفس العيب المعتاد اللي في كل السيارات الكوريه واليابانيه دائما نعيب عليهم فيه، اللي هو عندنا عصايه للكبوت في عز الحر في عز الصيف، يعني لا ينصح ان واحد لا سمح الله لو الماكينه سخنت ابغى يفتح الكبوت حيعرف قيمه لما يكون في مساعدات. الان هذا المحرك الكتكوتي الصغير جدا زي ما قلنا ما شاء الله، يعني حتى المحرك لو تلاحظوا يا دوب يعني حاجه اخذ له حاجه صغيره هنا يمين وشمال، المساحه جدا صغيره، لكنه محرك عملاني وبطل في العزم، 264 نيوتن متر عزم، صدقوني يا جماعه الخير ما هي قليله ابدا على 1600 سي سي توربو ديزل، فعلا شيء ممتاز و 128 حصان. المقاس الكبار عندنا هنا 175 على 70 14 تقريبا، يعني سعر الكفر 130 ريال، اربع كفرات تطلع معكم ب 500 وكسور ريال. يعني برضه ما زي ما قلنا كل شيء في السياره دي ما شاء الله اقتصادي من الطراز الاول، حتى شرح السياره الحلقه حقها اقتصاديه جدا صغيره. هذه مساحه الجلوس الخلفيه والسقف اعتقد واضحين. الحلو انه السياره على قد ما هي جايه فئه الدنيا يعني اقل مواصفات كبدايه في كوريا، الا فيها شيء اللي نحن دائما نفتقده دائما عندنا ايرباجات جانبيه ايرباجات اماميه، يعني السياره ما شاء الله فيها كل مواصفات السلامه كامله، وهذا دائما نفتقده وننتقد في كل السيارات اليابانيه والكوريه باستثناء سيارتين في اليابان اللي هي الهوندا اكورد والمازدا 6 تجي ايرباجات كامله، الباقي للاسف ما في شيء غير يعني كل ما تزيد معك فلوسك نهتم في سلامتك
ما معك فلوس مش مهم سلام. ده هذا فلتر الديزل. بما ان عندنا احنا لسه ما زلنا مشاكل في الديزل يورو 3 ما يورو 5. يورو 5 لما نوصل له طبعا الرقم ده كل ما يزيد مستوى التلوث والانبعاثات يكون افضل. فعمليه الكربون عفوا الشمع والكبريت عدد الذرات في المليون حقتها لسه موجود بس صغير للتصدير. اعتقد على كمان سنه سنتين بالكثير حيكون متوفر في السوق السعودي، فحيكون عندنا ديزل افضل وانظف، فحنقدر نجيب سيارات ديزل اكثر. وممكن تلاقوا مرسيدس بي ام دبليو اودي افخم نوع وتجيكم توربو ديزل. للاسف لغايه الحين عندنا ديانات ونيتات، فحتى السياره هذه كمان لسه يعني زي ما يقولوا استيراد شخصي ما هي استيراد من الوكاله. لكن مختصر مفيد، هذا فلتر الديزل حقها راجل اشترى افضل واغلى نوع اظن بحوالي 100 140 ريال تقريبا، ويمشيك من 15 ل 30 الف كيلو، بعدها تغير الفلتر لفلتر ثاني جديد وانتهينا. شو هذا اسم الشركه؟ ويكس فلترز. كاميرا خلفيه. تبارك الله، يعني على حجم السيارة التسارع لا بأس فيه أبدا. ما هو سيارة رياضية، ما هي سيارة رياضية، لكن كعزم على عزم عالي من الديزل مع خفة وزن السيارة، كعزم مرتفع مع وزن السيارة على فئتها على 1600 سي سي ممتاز، ولسه في محرك تاني أقوى كمان. يعني كسيارة اقتصادية لداخل المدينة سيارة ممتازة، حتى ما شاء الله الشباب شايفين مسافرين فيهم شاف الشباب مسافرين 400 كيلو رايح جاي ما شاء الله. السيارة حلوة 400 رايح 400 جاي تقريبا إذا أنا غلطان. الشاهد الجيربوكس سي في تي بدي كأنه 6 أو 7 غيارات كتعشيق من النعومة. السيارة اقتصادية من الطراز الأول، الجنود صغيرة طبعا، خلينا نقول يعني سيارة ما هي فئة فخمة، سيارة انتري ليفل مبدئيا سب كومباكت للي يبغى سيارة عملية، ما هي يمكن في الليستة حقت الأحلام، بس صدقوني السيارة دي في الليستة حقت اللي يبغى سيارة عملانية وتأدي الغرض يعني من نقطة الألف للنقطة ياء بدون مرور على أي نقاط ثانية. المختصر المفيد بأقل تكاليف، وخصوصا إذا كمان توربو ديزل. أتمنى إنه تنزل عندنا سيارات التوربو ديزل هذه، كمان هتساعد كثير اللي هم مهتمين بالناحية الاقتصادية وتوفير أو البنزين أو عندهم سيارات كبيرة وما هم حابين يستخدموها بشكل يومي، فيبغى سيارة صغيرة جنبها يستخدمها داخل المدينة كل يوم تأدي الغرض وتوفر في صرفية بنزين أو الديزل يعني. طبعا ما انكر انا معجب جدا بحكايه انه السياره في السوق الكوري فيها ايرباقات اماميه خلفيه كل شيء، وهذا الشيء نتمناه هنا من هيئه مواصلات المقاييس انها توفره. اليوم ترى الهواء شويه قوي، فبس عشان نكون مصداقيه في عزل الصوت المقياس ما حيكون مره كثير دقيق، لكن الهواء قوي اليوم يعني ما شاء الله سعف النخل شعر النخله مايل. لكن مع ذلك حنقيس لكم صوت المحرك الديزل موجود بس ما هو مزعج ولا في الدخاخين السوداء المزعجة. نسبة الديسبل للإزعاج حول 68.7 68.7 ديسبل 68.7 ديسبل، هذا مستوى الإزعاج الضوضاء داخل السيارة. ختاما حابب أشكركم متابعتكم الكريمة وإن شاء الله تجارب تانية كثير. شكرا شكرا لكم. قبل الزحمة كل عام وانتم بخير، مناسبة يا رب كده رمضان وبركة وأنوار ورحمة رمضان بالكامل ورحمة الله سبحانه وتعالى والمغفرة كلها بإذن الله. شكرا شكرا لكم.